بعد انقطاع لمدة عامين بسبب أزمة كورونا، عاد المعرض الدولي للكتاب العربي في اسطنبول بنسخته السادسة، فاتحاً ذراعيه لعشرات الآلاف من الزوار في أيامه الأولى. معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي هذه السنة تنظم الدورة السادسة، طبعا بمشاركة أكثر من 250 دار نشر ومن 23 دولة. إذا هذه الدورة جاءت بعد انقطاع لمدة سنتين. الدورة السابقة كانت في عام 2019، وهذه السنة أو بعد سنتين من الانقطاع عاد المعرض من جديد. الجمهور كان متعطش جدا لهذا الحدث أو لهذا العرس الثقافي العربي العالمي، لذلك سجلنا إقبال كبير جدا من الزوار، من العائلات العربية، من القراء العرب، من مختلف الجاليات العربية. التنظيم العالي للمعرض وارتياح دور النشر شجع حركة التسوق المكتبي في المعرض، وخصوصا أنه يأتي في ظل ظروف لجوء يعيشها أغلب القراء العرب. طبعا هناك عطش كبير للكتاب العربي في دول اللجوء، بالأخص بالدول الأوروبية أو في الدول الأجنبية التي لا تتكلم اللغة العربية. ففي تركيا الآن يوجد استقطاب كبير بدعم من الحكومة التركية، بدعم من غرفة التجارة التركية للمشاريع، هكذا مشاريع في جانب القراءة والمطالعة. فعاليات أخرى شهدها المعرض من ندوات فكرية وحفلات توقيع كتب. مؤسسة البصائر للدراسات والنشر شهدت حفلة توقيع كتاب أعوام على الجمر، سيرة حياة الشيخ الراحل الدكتور حارث الضاري رحمه الله، للمؤلف الدكتور رافع الفلاحي. نتشرف اليوم بحضور الدكتور رافع الفلاحي لتوقيع كتابه الموسوم بأعوام على الجمر، سيرة حياة الدكتور الشيخ المرحوم حارث الضاري. ربما هذا جزء منها ما يجسده هذا العنوان أعوام على الجمر، لأنه عاش فترة طويلة متقلبا على الجمر، هو كل القوى المناهضة للاحتلال، وما زالوا يعيشون على هذه الأرض الصلبة رغم كل المخاطر، رغم كل الأهوال، لكنهم على مدرسته، الكل ثابت على موقفه، الكل يريد للعراق الخير والسلام والأمان، ليس مثل هؤلاء الأحزاب الطائفية التابعة للخارج التي رهنت إرادة العراق ورهنت إرادة العراقيين للأجنبي مع الأسف الشديد. لكن أهل العراق اليوم يتذكرون الشيخ حارث الضاري ويتذكرون جده بكل خير، كل العراقيين الشرفاء، وما يجري اليوم حتى رفض العراقيين لهذه الانتخابات الأخيرة جزء من هذا المنهج، جزء من هذه المدرسة التي أكد عليها الشيخ حارث الضاري رحمه الله. الكتاب الورقي ما زال له مكانة مهمة عند القراء رغم مزاحمة الكتاب الإلكتروني له، والإقبال على الكتاب الورقي مؤشر على بقاء شغف المطالعة والقراءة عند رواد هذا المجال. المعارض هي أحسن وسيلة لتلاقي الأفكار، لأنه في المعرض تجد من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين الكتاب والمفكرين بكل العلوم بكل الثقافات، يعني وسيلة من وسائل التلاقح الفكري بين العالم هو المعارض. لأنه حتى لو عملت أنت منتدى ولا عملت محاضرة ولا يأتيها ناس قلة من الناس، ناس مفكرين، لكن في المعرض تجد فيها كل شيء. اثنين، الكتاب الورقي لا يستغنى عنه لأنه هو الأساس. الكتاب الورقي ممكن تعلق على الكتاب، تحشي عليه، صحح فكرة، فبالتالي تغني. معرض الكتاب العربي في اسطنبول قيمة ثقافية بدأت تأخذ صداها الواسع في شتى أنحاء العالم المقبل على كل ما هو مكتوب بلغة الضاد.